تلقت إدارة الهلال الجزء الأول من الدعم الذي تكفل به عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال، والذي أصدر شيكاً بقيمة 5 ملايين ريال للخزينة الزرقاء من أصل 10 ملايين تعهد بتسليمها لرئيس النادي الأمير نواف بن سعد، وسيستكمل بقية المبلغ الذي يبلغ 5 ملايين أخرى قبل بداية الموسم المقبل ضمن المبالغ المالية التي تكفل بها أعضاء شرف الهلال لحل الأزمة المادية. عن أخبار شوت، خلنا نبدأ بخبرنا الأول. الأمير وليد بن طلال يعني يسلم الهلال الجزء الأول من المبلغ اللي تكفل فيه دعم لإدارة الأمير نواف بن سعد 5 ملايين، وكذلك على الطرف الآخر يعطي الأهلي مكافأة بمقدار 1 مليون ريال مكافأة حصولهم على كأس خادم الحرمين الشريفين. حقيقة يعني أقوله بكل صراحة، يعني هذا الرجل يعني له أيادي بيضاء على الكرة السعودية وعلى الرياضة السعودية. يعني أحيانا أنا متأكد أن النادي الأهلي ما رفعوا له خطاب ولا طلب بأنهم يطلبون أنه يدعمهم، ولكن هو يعتبر من باب الواجب بأن الفريق المنجز والفريق البطل لابد أنه يكافئه. فلذلك هذه السمة وهذه الخاصية الجميلة اللي ما كل الناس يعني تدركها أو أنها حتى تخطر ببالها. الأمير الوليد أنا أقوله بكل صراحة رجل يعني مقدام في هذا الجانب بالذات، رجل يعرف الواجب بشكل يعني مذهل، يعني أحيانا يفاجئك. ودعمه للأندية ككل أتكلم، يعني دعمه مثلا الأندية الصغيرة بالذات، وهو يعرف يعني لما تجي الأندية، وأنا أتذكر هذا الكلام كنت قابلته بأكثر من مناسبة وجينا لمه بأكثر من بطولة، كان يتلمس حاجات هذا الفريق أو ذاك، وش النواقص الموجودة عندكم، يعني شايل هم حقيقة الرياضة والشباب، وهذه ما كل الناس، كثير من رجال الأعمال الموجودين عندنا في السعودية سواء من شخصيات اعتبارية أو غير اعتبارية ما تملك هذه السمة الحقيقة اللي مميزة وتميز بها الوليد عن غيره. لا تجد نادي في المملكة العربية السعودية لا تجد باص من الوليد، لا تجد نادي حقق بطولة معينة سواء على مستوى الفئات السنية أو على مستوى الألعاب المختلفة إلا يرفع خطاب للوليد، إلا الوليد يعني يستقبله ويمنحهم مكافآت، وحتى يعني استقباله لهم بالمكتب وفي ترتيب معين، ويمنح حتى الإدارة يعني مبلغ معين بحيث أنه يساعد الإدارة. فأنا أتحدث صراحة، مهما تحدثت عن الوليد وتكلمت عن الأمير الوليد لن أفي حقه حقيقة، ولكن أقوله إن هذه السمة المفروض إن الوليد يكون قدوة لكل رجال الأعمال الموجود عندنا بالمملكة العربية السعودية، لأنه صراحة يعني ما كل إنسان عنده هالملكة هذه اللي يشعر بأحاسيس الآخرين، وأحيانا يعني دائما وقت الفرح يمكن وقت الحزن طبيعي جدا إنك أنت تجي وتواسي الشخص وتدعمه ماديا أو زي كذا وتطيب خاطره، لكن دائما وقت الفرح ما كل الناس وقت الفرح يقومون بالواجب المطلوب عليهم. فالأمير الوليد عنده هذه الخصلة اللي ما كنت شفتها أنا في أي رجل أعمال أو أي شخصية اعتبارية حقيقة بقيمة يعني وزن وثقل الوليد وعمله الجليل والمميز، واللي حقيقة يعني كان أكبر داعم للكرة السعودية وللرياضة السعودية مختلف صراحة يعني ألعابها. أنا أشكر الأمير الوليد دائما ما يقف على في كل الأندية، يعني الوليد رجل رياضي، وزي ما قال أبو ريان أنه بيحس أحيانا بالمجتمع الرياضي وما يواجهه، فهو دائما ما يقف مع الأندية في حصولهم على البطولات حتى مع المنتخبات، يعني إنسان يدعم أول شيء البلد ويدعم أبناء البلد. فكثر خيره أنه قاعد يدعم حتى مع ميوله الهلالية لأنه يدعم بقية الأندية. جميل.